السلام عليكم. الأحداث ديال السمارة، تطورات جديدة وآخر الأخبار على لسان ممثل دائم للمملكة المغربية بالأمم المتحدة السيد عمر هلال. السيد عمر هلال خلال الندوة الصحفية قال أن صمت البوليزاريو يؤكد أنها وراء هذه الأحداث. توعد منفذ هذا العمل الإرهابي الذي وصفه بعمل إرهابي على أنه سيتابع، قال بأنه ستتم محاسبة من دعم ومن مول ومن قام بعمل بهذا العمل الجبان. قال كذلك في انتظار تعطينا السلطات المختصة التقارير الأخير. وقال كذلك بأن على الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها أمام الهجوم الذي تعرض له الأبرياء. وقال كذلك أن المغرب اليوم أمام حزن على موت الشهيد شهيد مدينة سمارة وإصابة مواطنين آخرين بجروح بالغة. مجموعة هذه الأمور الندوة الصحفية ديال عمر هلال. شام خضري، قناتي، إعجاب، اشتراك، مغرب أولا ولا غالب إلى الله، وعاش المغرب ولا عاش من خان. كانت تطورات جديدة على لسان ممثل المملكة المغربية عمر هلال بالأمم المتحدة. تطورات جديدة التي عبر عن أسفه عن استهداف المدنيين على مجلس الأمن أن يتحمل المسؤولية. في التصريح ديالو جاء واحد التصريح كان بإشارة للبوليزاريو مباشرة، قال أن صمت البوليزاريو يحملها المسؤولية لأنها هي التي وراء هذا العمل الجبان. تحقيقات كتجرى تحقيقات على أرض الواقع، ما تعرض له المواطنين هناك بمدينة سمارة ذاك العمل الجبان لن يمر مرور الكرام. أن أي واحد كان وراء العمل كان وراء هذا العمل ستتم معاقبته عبر الوسائل المتاحة، يعني أمور بدات الواقع. هذه الهبة أعطاها لنا الله من السماء، الأحداث ديال السمارة جابها الله كيدير من الحلال باش أن منظمة البوليزاريو أو ميليشية البوليزاريو أو شميها كما بغيتو تصنف كمنظمة إرهابية، وأن الجزائر هي الراعية لهذه المنظمة. فعمر هلال غادي نخلي لكم الفيديو ديالو، أي واحد بغى الفيديو ديالو ممكن نرسلو ليه. فعمر هلال كان واضحا لن يمر ما وقع في السمارة مرور الكرام. كان الكل ينتظر، كان الكل ينتظر موقف رسمي. جاء الموقف الرسمي من الناطق الرسمي، الرد الرسمي من ممثل المملكة المغربية لدى الأمم المتحدة. المعلم كادو جابوا الله من السماء هدية ما كناش معول عليها المملكة المغربية. ها القرار الأممي تمديد عمل المونيرسو العام، دعم الحكم الذاتي بين الجزائر طرف النزاع خاصها تجلس معنا في الطبلة باش نحلوا المشكل، والجزائر كتقوم بمناوشات وكتهدد الأمن بالمنطقة. وتأكد هذا الأمر هذا بالأحداث اللي وقعت نهار السبت، يعني كبرنا قضية عندهم مزيرة، يعني الدولة هكستان قضية عليكم بغريس الشجر وبزيارة الجلفة وأشياء أخرى. مهم قضية فيها التبندير الخوت مغرب أولا ولا غالب الله، وعاش المغرب ولا عاش الخنا. تلاقوا في تتمة ديال الفيديو. السلام عليكم.